عزيزي، قضية أن الإمام علي خالق الكون صدرت فيها فتوى من المرجعية الدينية وذكرت بأن هذا الوصف غير صحيح. وين سؤالك عزيزي؟ سؤالك وين؟ شيخنا أنت أستاذ بالحوزة، من هم أهل الخبرة؟ أهل الخبرة عزيزي الشيخ الإيرواني، الشيخ هادي الراضي، سيد محمد الصادق الخرسان، سيد أحمد الإشكوري، شيخ نجاح الدين البغدادي، شيخ حسن الجواهري، ويعني شيخ فرقد الجواهري أيضا، يعني هؤلاء اللي ببالي يعني من أهل الخبرة. طبعا أكو عدد من بيت الحكيم حقيقة ما مضبط أسماهم، أيضا موجودين من أهل الخبرة.